بتراين سيجمنت والسيرفكس ما فتحش. هنا كده بيتضغط على الراس الجلدي على السيرفكس، الضغطه دي تعمل ارتشاح اديمي. الاديمه دي بتحصل فين؟ في الحته دي. اذا ويسموها اللي دايما موجود كده حاجه صفر كده على راسه عامل زي البربور كده، البيبي مان شكله غريب قوي، حتى بيستغربوه الاول ما يتولد، البيبي نازل راسه مكببه قوي. بس كل ده صفر. ماله الصفر اللي ده نتيجه ايه؟ ايدينا. طب ايدينا دي بسبب ايه؟ كوبري. اكتب بقى جدول. الجدول ده خلي على شمالك الكبد وعلى يمينك كفاله المندوب. عندنا تسع نقط، النقطه الاولانيه اكتب السبب كود. السبب هنا ايه؟ هقول تاني، هقول تاني. ايه الكود بتاع الكبد ساكسديني؟ وايه الكود بتاع الكفاله المندوب؟ كبد اسمها كبد ساكسديني. سبب الكبد ساكسديني نكتب كومبريشن ما بين الهيد والسيرفكس. في كومبريشن ما بين الهيد بتاع البيبي والسيرفكس. ضغط على السيرفكس. ده سبب. طيب الكفاله المكتوبه سببها ايه؟ هيدرو بيرث انجن. يعني السبب في الكابل سبسيدينيوم كومبريشن ما بين الهيد اوف ذا بيبي اند ذا سيرفكس. بينما السبب في الكفاله المكتوبه في الانجن بيرث انجن. رقم اثنين الكومبوزيشن. ايه الكومبوزيشن؟ تكوين الكابل ايه؟ فلويد سيرو سانجنس فلويد. يعني سيرو سانجنس بيسموها سيرو سانجنس فلويد. ما بين مين ومين احنا اتفقنا؟ بين انهي طبقتين؟ سبكوتيني ما بين السكين والابونيروز. اكتب سبكوتيني يا صغار تحت الجلد. بينما الكفاله الهيماتوم دي عباره عن بليدنج نزيف بين ايه وايه؟ سبريوستيوم. يعني ما بين البريوستيوم والبون. الحته دي الحته دي ما بين السبريوستيوم او هي سبريوستيوم ما بين البريوستيوم والبون. الحاجة الثالثة الكونسيستنسي تك عليها كده. الكابوت هتبقى سوفت ولا فير؟ سوفت. بينما الكفال هيماتومة دي هيماتومة فير. يبقى دي سوفت كونسيستنسي ودي فير. رابع حاجة السايت المكان. ايه الفرق بين المكانين؟ الكابوت ساكسيدين نكتب على المكان بتاعها البريزنتنج بارت. يعني ايه بريزنتنج بارت؟ سوري ساعات البيبي بيبقى نازل بالجبهة كده، ساعات البيبي بيبقى نازل من ورا، ساعات البيبي يعني مختلف حسب المكان البريزنت اللي هينزل بيه البيبي اسمها البريزنتنج بارت. بينما في الكفاله هيماتوما ممكن يحصل في اي عظمه في الجمجمة، ولكن اشهر حته بيحصل فيها كفاله هيماتوما اكتب بارايتال بون. يبقى اني بارت بين قوسين موست كومنلي بارايتال بون. اني بارت ولكن موست كومنلي بارايتال بون. والثانيه البريزنتنج بارت. خمسه الاكستنت. يعني ايه الاكستنت؟ يعني حضرتك الكابوت سبستين كروس ذا سوتشر ولا نوت كروس ذا سوتشر؟ الكابوت اللي هي القديمه كروس ذا سوتشر ديفيوز. اكتب ديفيوز كروس ذا سوتشر. ديفيوز بين قوسين كروس ذا سوتشر. لكن الكفاله هيماتوما لوكالايزد محدده ونوت كروس ذا سوتشر. اكتب عليها صوره، دي اكتر واحده تيجي صوره منها. الكابوت سبستين اللي هي الكفاله هيماتوما لوكالايزد نوت كروس ذا سوتشر. طيب الانست يعني ايه الانست؟ انست الكبد دي البيبي بيبان عليه الكبد امتى؟ اكتب ات بيرث. يعني ايه ات بيرث؟ مش البيبي ده مضغوط كومبريس في الانترايتراين لايف فهينزل بالطرطوبه، هينزل بالحته عاليه. لكن الكفاله هيماتوما وفي واحد بيتخبط بتورم، سيبك من صوم وجيبك يعني تمام، لكن انت لما بتتخبط على بال ما تورم تاخد لك شويه. هو الكفاله هيماتوما ما بتبانش وقت الولاده، هتاخد لها ساعتين ثلاثة يعني تو اورز كده تمام. بعد الانست يعني ات بيرث ولا فيو اورز افتر بيرث. الريزوليوشن تختفي امتى؟ الكابوت اللي هي القديمه دي تختفي بتريزول ويذن دايز، بعد ايام في اللي هي راحت اختفى. طب الكفايه هيماتوما يمكن كتاب الاسم عندنا كاتب من اسبوعين لست اسابيع، بس في التكست كاتبين من اسبوعين لثلاث شهور. خليها فيو ويكس وخلاص. فيو ويكس اقرا الكلام يبقى بعض ده فيو جاي ده فيو ويكس تاخد وقت. اخر اثنين اسوسيشن وتريتمنت. يعني ايه اسوسيشن؟ يعني ايه اسوسيشن؟ يعني حضرتك حالات الكبد مع افلس كلب بيبقى باين ايكيمونز. الضغطه دي ساعات بتعمل ايكيمونز. يعني مع الكبد في ايكيمونز. طب مع الكفال هيماتوما الاسوسيشن ايه؟ اسوسيشن بتبقى فراكشر شوندس انيميا. فراكشر شوندس وانيميا ساعات يعني بلس اور ماينس فراكشر جوندس انيميا.
طب هل الاثنين محتاجين علاج؟ الاجابه لا، الاثنين مش محتاجين تريتمنت، ما فيش تريتمنت. ما عدا ان الكفال هيماتوما، لو العيان عنده جوندس، مش الكفال هيماتوما دي بتبقى نزيف بيتكسر ويطلع منه بيليروبين، فمعرض انه يعلي الصفر. هتعالج انت بقى بورين بيليروبين ليفل فوتوثيرابي او غيره، ماشي؟ والانيميا لو شديده قوي بتدي بلاد، يبقى بتعالج الانيميا وبتعالج الجوندس. هاي دي الحاجات اللي موجوده، ماشي الكلام؟ بصوا لي كده بقى، فلويد رشح منين؟ رشح من تحتها، يعني من طبقات البلاد فيزلز اللي تحتها، بس مش هيحصل اكسترا بوزيشن اوف بلاد، هيزود بس البريشر عليها. بصوا يا شباب، في عندك مكتوب معك، مكتوب في الصفحه بقى الاساسيه كلينيكال برزنتيشن، تكتب القوسين في الانتراكرينيال. طب اللي عنده انتراكرينيال انا قلت لك في ايه؟ اخر جمله، اخر جمله انتراكرينيال كلينيكال برزنتيشن صفحه 66 مكتوب عندكم كلينيكال برزنتيشن، اكتب بين قوسين بتاعت الانتراكرينيال هيمو. احنا خدناها قبل كده في البريفيرس. البيبي اللي عنده نزيف في المخ هيبقى اعراضه ايه؟ اكتب في الاول ممكن يكون اسيمبتوماتيك، انا قلت لك قبل كده ان خطوره نزيف المخ ان ممكن يكون موجود ومع ذلك اسيمبتوماتيك. عشان كده انت عارف ساعات بعض الامهات عيالهم بتقع على الارض تمام ويقول لك يا دكتور الواد ده مخبط على مش عارف خبط في دماغه جامد مش عارفين حصل له ايه. هو رجع طب هو حصل له لو في شويه مقطع في تشنجات في نزيف في المخ وفي اسيمبتوماتيك هو الصح مع التروما الجامده صح يتعمل سيتي بي ده الصح. بس يعني كتير من الناس بتقول لك طبعا ما عرضوش الموضوع فيه انقلاب. بس انا بتكلم هنا بقى عن الابن اللي اتولد اتعرض لايه كروما جامده تمام. ممكن الانتراكرينيال هيموريدج يكون موجود واسيمبتوماتيك. طب لو جاب سيمبتوم هتبقى ايه؟ في حاجات في المخ الانتراكرينيال هيموريدج اعراضه زي الانتفالو بس بالظبط زي ايه؟ يعني تلاقي ساعات ستيميليشن وساعات انهبيشن. يعني ممكن العيان يكون عنده ليترش وديستربد ليفل اوف كونشسنس جوما يعني. ممكن العكس تلاقي عنده جيترنس تريمور وبلج دوائر. لو جينا نشوف التون ريفلكس نفس الكلام البيبي التون بتاعه هيبقى ايه؟ ساعات بور تون هيدخل ساعات الطفل كمان هتيجي تبص على السطل والمورو ريفلكس والحاجات دي كلها تبقى ايه؟ ويك. لو بصيت على اسمعني على الفونتانيل تلاقي في الفونتانيل ساعات بلجي الهيموجلوبين قليل فالطفل يكون عنده فالو. تعالى للريسبيراتوري سيستم، هو نزيف المخ ده مش ممكن يضغط على الريسبيراتوري سيستم؟ طب لو ضغط على الريسبيراتوري سيستم ممكن يعمل ستيميليشن في البدايه بستريس، ممكن العكس ابنيا وساينوزي. اذا لو جيت بصيت كده هتلاقي الاعراض كتير، يعني في حاجات شسم وفي حاجات سينس وفي حاجات في التون وفي الريفلكس في بالون. طب لو عايز اعمل انفستيجيشن بيني وبينك اهم انفستيجيشن في الهند في اعمل شيستكس اعمل سوري اكس راي الاقي دي فراكشن. والاهم كمان ان انا اعمل سيتي بريك. وساعات بص العيال دي بيبقى عندهم لسه الفونتانيل مفتوح فبيقوموا حاطين الموجات الصوتيه عليه فيقوموا يبينوا اذا كان في اسمها ترانس فونتانيلر الترايل. خد بالك بقى وانا شرحت الكلام ده في البلاد في الهيماتولوجي فاكر لما قلنا العيال دي تخيل لو بيبي اتولد بالطريقه دي وكان عنده هيموفيلس او كان عنده شباب او كان عنده فيتامين كي ديفيشنسي العيال دي هتبقى عرضه للنزيف في اقل خطوه. عشان كده يقول لك كل العيال اللي بيحصلها نزيف ولو بسيط لازم تعمل لهم البليد بروفايل عشان نعرف هي انهي قد تكون بليد تندنس وانا مش عارف. يعني انت اتولد لك طفل وعنده اعراض الانتراكرينيال لازم يعمل بي تي اكتب كوجريشن بروفايل بي تي اي بي تي تي بليد كاونت ثلاثه بعمل بروترومبين تايم اي بي تي تي وهعمل بليت كاونت. دول اهم ثلاث حاجات. طب عايز تعالج احنا اتفقنا مين الوحيد في دول اللي بيتعالج جراحيا؟ السبيورا اللي هو محتاج له فيما عدا ذلك كونزرف تريت. يعني ايه كونزرف؟ كل اللي تعمله له تحطه في الحضانه مثلا وبعدين لو جاله تشنجات انتي كولبالتر كيلو باربيتور مثلا هيبقى له بعدين زائد انك تبني العيان فيتامين كي تدي بلازما يعني حاجه توقف النزول. طيب هل هيد انجري هي الوحيده اللي في
بتحصل في البريس انجري لا ده ممكن دكتور النساء بصوا كده ساعات بيتعافى على بيشدوا بقى براسه دراعه تمام ليه يشدوا من دراعه يحصل له ايه؟ مين اللي موجود اسمها الرجل فليكسر دي انهي سيجمنت؟ سي 5 سي 6 سي 7 سي 8 سي 1 بصوا على الصبور لو الانجري هو بالضبط هو بصيني كده هو توزيع السيرفايكال سيجمنت على الدراع ماشي ازاي بصيني سي 5 و6 هنا في الابر ارم تمام سي 7 و8 و1 ماسك الفور ار والسمول ماسلز بتاعها هو يقول ايه ممكن جدا الانجري يحصل في سي 5 و6 بس لو حصل في 5 و6 بس يعمل حاجه اسمها ايربس بولز اذا الايربس بولز دي مشكلة في البريكيال بليكسس بس في سي 5 و6 بس. طب لو حصل انجري في 7 و8 و1 بس يسموها مكتوب عندك اسمها كلونكي باراليزم. هي اسمها كده كلونكي باراليزم. طب لو حصل فيها كلها يسموها انتاير بريكيال انتاير بريكيال بليكسس انجري يعني وقتها كلها. بننسوا بقى الكلام ده كله. بص انت خدته زمان في الاناتومي ان الهربس بولس دي عباره عن ايه؟ ان البيبي اسمعني دراعه عامل ازاي؟ ارم ابدكتد ولا ادكتد؟ ادكتد طب الالب فليكسد ولا اكتندد؟ طب الفور ارم برونيتد ولا سوباينيتد؟ برونيتد طب الريست فليكسد ولا اكتندد؟ فليكسد فتلاقي عامل البوزيشن ده كده بيسموه ويترز ايه؟ على فكره اللي انا قلته ده بالظبط بيجي في الاكسكيوت يعني يقول لك الارم عامل ازاي؟ يقول لك كل اللي جاي ده صح ما عدا اللخبطه الارم اكتر الالبو اكستند كونيشن للفور ارم فليكشن تمام الطفل ده يا جماعه بتوع العمل الطفل ده في عندنا ريفلكس في عندنا ريفلكس اسمه مورو ريفلكس ايه مورو ريفلكس؟ حد يجيب لك بيبي لسه موجود يقول لك شوف قلنا كده الواد ده طبيعي ولا مش طبيعي ضمن الاختبارات اللي بتعملها ان انت تحط البيبي معاك تحط راسه على دراعك بعدين تقوم رافعه وسايبه مره حتى الاهل يتخضوا كده يقول لك يا دكتور انت فالواد تلاقيه اتخض خضته دي بتعمل بيعمل ايه؟ تلاقيه رافع دراعاته ليه؟ قد بدراعاته ليه؟ تلاقي ان عنده ايربس بولز تلاقيه قد بايه؟ بدراع واحد تلاقي الدراع الثاني معاق كده جنبه خلاص؟ زائد اكتب زود دي بقى لانها جت في الام سي كيو البيبي عنده ابسنت مور على الناحيه اللي فيها الانجري زائد ويك جراس بريفلكس يبقى عنده عارفين جراس بريفلكس؟ موجود بس ويك على عكس اللي بعده اسمه ايه؟ كلونكي باراليس كلونكي باراليس يعني المشكله في سي 7 و8 و1 هو 8 و1 دول ماسكين سمول ماسلز اوف ذا ايه؟ هاند اذا الجراس بريفليكس هيبقى ايه؟ ابسد مش كده وبس هو تي 1 دي فايبرز بتاعتها ماشيه في السمباثيك يعني عشان كده بتعمل حاجه اسمها هورنر اللي هو بيبقى فيه مايوز بوزس اند هايبوزس واخر حاجه انتاير بريكال بليكسس انجري البيبي اللي عنده وصلت البريك البريكس كلها تلاقي دراعه كله ايه؟ كله بلاسيد لا في مورو ولا كراس ولا اي حاجه. طيب هو دكتور النساء سكت يعني ضرب له دماغه ودراعه بس لا ده ممكن يضربه في وشه الواد يقوم جاي له فيشال بولز عارفين فيشال بولز اللور موتور بيبقى البيبي شكله عامل ازاي؟ تلاقيه يقول وهو بيعيط ما مش هنعرف نخليه لا ينفخ ولا يغمض عينه ولا زي تاخده بالظبط لا البيبي هتلاقيه وهو بيعيط تلاقي العين دي يعني في العادي هو يعمل كده في الحته دي ايه؟ سواء عينه او بقه تلاقيهم لا عينه دي بيقفلها كويس بتكلم عن الراي لا عينه دي بيقفلها كويس ولا بقه ده عارف ايه؟ بيحرك خدوا الكلام ده انتوا في الاي ان اس بس هتلاقيه وهو بيعيط طيب برضه شوف الدكتور النساء لا ده كسر لنا عقله ازاي كسر لنا عقله؟ اكتر عظمه دكاتره في النساء بيكسروا عليها وهم بيشدوا الولد كلابك تخيل واحد صفر مولود كده والكلابك بتاعته متكسر وسابها الاثنين متكسرين بس هي سبحان الله العظم بتاع العيال دول لما بيتكسر بيرحم على طول يعني الواد ده لما بيجي لنا متكسر الكلابك بنروح حاطين بلاستر بس بيكسر عليها كده حط بلاستر كده قدام ورا وتفتح من هنا اسبوع اسبوعين اصعب عظمه ممكن تتكسر عندك دي والنسبه دي بتسلمنا بتاع الولد بتاعنا هتلاقي الواد لا قدر الله لو واحد كبير عمل حادثه الروتينه بتاعته اتكسرت
كارثه، لانه بيجوع بيركب المسمار ومش عارف، وتقعد تقعد تلحم يا تلحم يا تلحم، وتقعد تلحم ليه؟ شهور ست شهور وممكن ما ترجعش لطبيعته خالص يعني. البيبي عندنا بيتكسر العظمه بتاعته وتلحم بالفوايد عشان الفيمر. الدكتور لسه بيعمل ايه بقى؟ عارف لسه الفيمر لما تتخبط لما تتكسر بتفرق عن بعضها كده، فهو مفترض انه يردها يعني جبس، وبعدين يحط كبيره الواد كل رجليه قد كده خلاص، فبيقوم جايب قبض لسان يعني تمام، يحطه على ركبته ويقوم ايه بالبلاستر، تلاقي الواد جايب قبض هنا وقبض هنا وجاي يكبس في كل حته. بس الميزه عندنا العيال دي لما بتتكسر ما بتاخدش اسبوعين ثلاثه وتلحق ان شاء الله يعني. اخر حاجه بقى نتكلم عليها هي الهايبوكلايسيميا. والله احنا مش بحاول ده دكتور فكر احنا كنا دكتور ايوه يا مام عندي مرتاح والله انت مريحهم قوي، هاتهم بكره مخصوص، هاتهم بكره مخصوص دكتور هقول لك تقعد خصصات هاتوا بكره مخصوص العد بتاعك وعندهم يوم العد بتاعك والله العد بتاعك قوي هاتوا بكره مخصوص لا بس خلاص